إله إلا الله وحدها الله. شيّع بصنعاء اليوم جثمان المصور الإعلامي حذيفة علي الوصابي الذي استشهد وهو يؤدي واجبه في تغطية الفعالية المركزية للمولد النبوي الشريف بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء. وخلال مراسم التشييع التي تقدمها مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد ووزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ضيف الله الشامي ووكيل هيئة الزكاة علي السقاف ومستشار وزارة التربية عبد المجيد محسن الحوثي، حيث أشاد المشيعون بمناقب المصور الإعلامي الوصابي وما تحلى به من صفات وأخلاق وتواضع واهتمام في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكل إخلاص واجتهاد ومثابرة. وأشاروا إلى أن الشهيد الوصابي برحيله في يوم الربيع المحمدي وترك بصمات حية ستظل شاهدة على تفانيه وتميزه وإخلاصه ومهنيته، لافتا إلى ما كان يتمتع به الشهيد من سجايا إنسانية وأخلاقية نبيلة في علاقته مع كل من عرفه وعمل معه. وأعرب المشيعون عن عمق الحزن والأسى لعظم الخسارة التي خلفها رحيل الشهيد حذيفة الوصابي، والعزاء موصول لأهله وأسرته وآل الوصابي كافة بهذا المصاب الجلل، مبتهلين إلى الله جلت قدرته أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته.